وعندنا سؤال في الأدب. سلام أكاديمي، جاهزين؟ أدب، والسؤال هو: من هو مؤلف كتاب النظرات؟ مين اللي ألف كتاب النظرات؟ 10 ثواني. شكلك كده عارف الإجابة إن شاء الله. من أول ثانية قلت لهم سيبوني. إجابتك يا مينا؟ العقاد. العقاد بعشنات، وفاطمة مش موافقة صح؟ ولا موافقة؟ مش موافقة. شفت؟ إجابة خاطئة. العقاد خرج بره. مصطفى صادق الرفعي، النظرات والعبرات. ندى متأكدة؟ النظرات والعبرات. إجابة خاطئة. نستعد للأربع اختيارات: نجيب محفوظ، مصطفى لطفي المنفلوطي. مصطفى لطفي المنفلوطي. دلوقتي موافقة؟ أنا افتكرت، أنا عارفاه وعارفة النظرات والعبرات، بس الاسم كان تايه. هاجر صح. 5 نقط، يا ناقص 5 نقط. صح إن شاء الله. زي إجابة صحيحة. مصطفى لطفي المنفلوطي هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا هاجر. وكده النتيجة 15 السادات ثانوية بنات، السلام أكاديمي 20.